هتعيش هنا وهتنام هنا وهتذاكر هنا، وبكره تشوف ان من فكت العقده وخدت الثانويه العامه من عندي مبقاش انا حياه، وتبقى موظف قد الدنيا. مدرستي بتفتح بدري، اخد غدايا واجري واجري من تحت الكوري، والجزمه تلف في رجلي يا نسيمو. سعيد نعم تعال هنا. لا مع ام عزوز. بقولك تعال هنا. عيب ترد على بابا كده. ايه عزوز عمل حاجه؟ ما عملش حاجه. اقعد هنا، مش كفايه علينا مسؤوليه ولادنا؟ عزوز ده مسؤوليه ابوه اللي طرده. يحيى ما تنساش ان ابوه ده مربيني. يا ست ما قلتش. يا حبيبي خش جوه في اوضتنا، مش في اوضه عزوز. ما قلتش حاجه، بس ابن اخوكي ده ما ينفعش غير كهربائي او ميكانيكي. وايه يعني؟ مش هو اللي عاوز كده؟ لمين يا يحيى؟ ده ابوه افندي قد الدنيا واخوه دكتور. دكتور ايه وبتاع ايه بس؟ هو انت كده دايما عامله اهلك ابو علي؟ امال ابو ايه يا يحيى؟ لا ابو جلمبو. تعالي ما تزعليش، بس انا بتكلم جد، بلاش تدي عزوز مفتاح الشقه. ابن اخوك وقلبك عليه، ابقي اسهري وافتحي له الباب. طب اقفل بقى، ملوش لزوم الكلام ده.